هنتكلم عن شابتر 8، وهو بيتكلم عن الاوفرهيد فاريانس، وده يعتبر تكملة لشابتر 7 اللي هو كان بيتكلم عن الدايركت ماتيريال والدايركت ليبل. واحنا عارفين طبعا ان اي برودكت المانيفاكتشرنج كوست بتاعته دايركت ماتيريال ودايركت ليبل وفاكتوري اوفرهيد. فاحنا خلينا المفروض ان في شابتر 7 الدايركت ماتيريال والدايركت ليبل، وهنا هناخد الاوفرهيد فاريانس. خلونا نشوف اول حاجة البودجيتد فاريانس اوفرهيد ريت. اول حاجة احنا كنا عارفين ان اي ريت بيساوي الكوست اوفر الالوكيشن بيز. حلو قوي، بيقول لي البودجيتد فاريبل اوفرهيد ريت، يبقى هيبقى بيساوي التوتال بودجيتد فاريبل اوفرهيد كوست اوفر التوتال بودجيتد الالوكيشن بيز. طب ولو قال لي الاكشوال فاريبل اوفرهيد ريت، هيبقى نفس الحاجة، هيبقى التوتال اكشوال variable overhead cost over the total actual allocation base. البودجيتد بيقول لي لو البودجيتد fixed overhead rate، فهتبقى total budgeted fixed overhead cost over the total budgeted allocation base. ولو قال لي الاكشوال، هتبقى الاكشوال fixed overhead rate، فهتبقى total actual fixed overhead cost over the total budgeted allocation base. ودي الحاجات دي احنا عارفينها اصلا. ماشي، هو بقى في رول مهمة جدا وهتقابلنا اصلا، الستاندرد اورز تو بروديوس 1 يونت. دي هنحتاجها واحنا جايين اصلا نحسب السبندنج فاريانس والافشنسي والبرودكشن، وهنحتاجها اصلا يعني في الافشنسي والبرودكشن. حلو قوي، هي بتساوي ايه؟ هو بيقول لي ان انا عشان انتج منتج يعني يونت واحد، هتساوي البودجيتد الوكيشن بيز اوفر البودجيتد اوتبوت. الاوتبوت اللي هو النمبر اوف يونتس، اللي هو اليونتس بروديوسد، واللي هي نفسها اليونتس سولد. الستاندرد اورز فور اكشوال اوتبوت، ودي هنجيبها عشان الفليكسبل، وهنشوف في المسائل كل الحاجات دي، بس انا بدي بس بريف صغير جدا. هتساوي الستاندرد اورز تو بروديوس 1 يونت multiply الاكشوال اوتبوت. طبيعي انا عايزه اجيب للاكشوال كلها، فبجيب لليونت الواحده multiply الاكشوال اوتبوت اللي هو التوتال بقى. حلو قوي، اول حاجه انا عندي الاوفر هيد كانت عندها ليها كلاسيفايد معين، فيكسد وفاريبل. الفيكسد اوفر هيد دي عشان لما باجي احسبها هحسبها بحاجتين، السبندنج فاريانس والبرودكشن فوليوم فاريانس. السبندنج فاريانس هو نفسه البرايس فاريانس، بس كان في شابتر 7 اسمه البرايس فاريانس، لكن هنا في شابتر 8 عشان دي اوفر هيد لاكتر من ايتم هتبقى اسمها سبندنج فاريانس. بتساوي ايه؟ بيساوي الاكشوال ريت ماينس البادجت ريت ملتبلاي الاكشوال اورز اللي هو الالوكيشن بيز. لو تبع الالوكيشن بيز يعني هو بيقول لي البيز بتاعي ايه، وهنا مثلا اكشوال ليبر اورز actual labor hours machine hours كده يعني تبع البيز يعني، او بيساوي ال actual fixed overhead cost minus ال budgeted fixed overhead cost. دي ال spending بس لل fixed. طب وال spending لل variable؟ ال variable عشان احسبها بحسبها بحاجتين برضو، بس بحسبها بال spending variance وال efficiency variance. الافشنسي فاريانس هي ببساطة جدا ان انا باجي بحسبها هي نفس الافشنسي بتاعة الشابتر 7 actual hours minus standard hours، وده الستاندرد hours اللي هو الرول بتاعتها هي multiply the budgeted variable overhead rate. انا عندي بس حاجة عايز اقول، حاجة الفيكسد ما بجيبلوش الافشنسي فاريانس، انما وبرضو الفاريبل ما بستخدملوش البرودكشن فوليوم فاريانس. انا مع الفيكسد بستخدم السبندنج والبرودكشن فوليوم، لكن مع الفاريبل بستخدم السبندنج والافشنسي. نيجي بقى نشوف الرولز. السبندنج المفروض بتساوي، هي طبعا عرفناها ان هي كانت البرايس لشابتر 7، بس هنا عشان اكتر من ايتم فبتساوي الاكشوال ريت ماينس البادجتد ريت ملتبلاي الاكشوال اورز واللي هو البيز بتاعنا، او بتساوي اكشوال فيكسد
overhead cost minus the budgeted fixed overhead cost. طبيعي انا بشوف الديفرنس بتاعي، يعني بشوف الحاجه اللي انا الفلوس اللي انا دفعتها دي حاجه فيفربل ولا unfavorable، وهنفهم دلوقتي. بمعنى ان انا بشوف انا اللي انا دفعته فعليا اكتر ولا اقل من ان انا كنت متوقع ان انا ادفعه. حلو. البرودكشن فوليوم فارينس الدومينيتور، او البودجيتد اورز ماينس الستاندرد اورز. الستاندرد اورز اللي هو الحاجه يعني ان المفروض كنت ادفعه، ملتبلاي البودجيتد فيكسد اوفرهيد ريت. انما الفاريانت سوري الفاريبل اوفرهيد اللي سبيندنج فاريانس ليها الاكشوال ريت ماينس البودجيتد ريت، بس هنا ملتبلاي الاكشوال اورز برضو، بس هنا الاكشوال ريت للفاريبل اوفرهيد، هنا الاكشوال ريت للفيكسد اوفرهيد. او في الفاريبل اوفرهيد، او ممكن القانون يساوي الاكشوال فاريبل اوفرهيد كوست ماينس الالوكيتد اوفرهيد كوست. الالوكيتد اللي هو كان المفروض البيس في الريت، اللي هو الاكشوال اورز اللي هو البيس بتاعي ملتبلاي البودجيتد فاريبل اوفرهيد ريت اللي هو الريت بتاعي. طب والافيشنسي فاريانس بتساوي الاكشوال اورز ماينس الستاندرد اورز واللي احنا حسبناه هنا، ملتبلاي البودجيتد فاريبل اوفرهيد ريت. الستاندرد اورز دي المفروض المبلغ اللي المفروض ادفعه، التكلفه اللي المفروض ادفعها. نشوف السلايد اللي بعدها. الرولز بتاعت الفاريانس اناليسيس. انا عايزه بس اقول حاجه، ان الشابتر اصلا كله معتمد على الرولز. الشابتر سهل جدا، بس اهم حاجه ان احنا نحفظ الرولز ونفهم السيكونس ماشي ازاي بالظبط. اول حاجه هما 4 ليفلز. اول ليفل اللي هو الفور فاريانس اناليسيس بشوف الفاريبل اوفرهيد والفيكسد اوفرهيد. حلو، احنا قلنا الفاريبل اوفرهيد انا بيبقى معايا سبيندينج وافيشنسي، ما بستخدمش مع الفاريبل اوفرهيد ما بستخدمش البرودكشن فوليوم، عشان كده كتبت عندها نوت ابليكابل، مش بستخدمها مع الفاريبل. حلو. والفيكسد، الفيكسد انا بستخدم مع السبيندنج وبستخدم مع البرودكشن فوليوم، ما بستخدمش مع الفيكسد الافيشنسي فارينس، عشان كده برضو كتبت عندها نوت ابليكابل. حلو قوي. الفارينس اوفر ريت عرفنا ان السبيندنج بتاعتها الاكشوال ريت ماينس البادجيتد ريت ملتبلاي الاكشوال اورز، وبرضو كان في قانون تاني احنا عارفينه اللي هو الاكشوال فاريبل اوفرهيد كوست ماينس الالوكيتد اوفرهيد كوست، اللي احنا قلنا البيز في الريت اللي هي الاكشوال اورز ملتبلاي البادجيتد فاريبل اوفرهيد ريت. حلو قوي. والافيشنسي قلنا ان هي نفسها زي بتاعه شابتر 7 اللي هي كانت الاكشوال اورز ماينس الستاندرد اورز، ودي اللي احنا حسبناها. المفروض ان احنا بنحسب اول حاجه الستاندرد اورز بال1 يونت، بعد كده بنجيبها بنجيب ال1 يونت دي وبنعمل لها ملتبلاي للاكشوال اوتبوت ملتبلاي البادجيتد فاريبل اوفرهيد ريت. كل ده سم يعني ده كله بريف صغير، لسه دي الرولز ولسه هندخل على المساله هنفهم اكتر. ملتبلاي البادجيتد فاريبل اوفرهيد ريت. حلو. وقلنا ان المفروض مع الفاريبل احنا ما بنستخدمش برودكشن فوليوم. طب والفيكسد، الفيكسد بنستخدم مع السبيندنج وبنستخدم مع البرودكشن فوليوم، ما بنستخدمش معاه الافيشنسي. حلو. فانا دلوقتي الفيكسد اوفرهيد الاكشوال فيكسد اوفرهيد كوست ماينس البادجيتد فيكسد اوفرهيد كوست، والافيشنسي ما بنستخدمهاش مع الفيكسد اوفرهيد، وهنا بنستخدم البرودكشن. البرودكشن دي بتساوي ايه؟ البادجيتد او الدومينيتور اورز ماينس الستاندرد اورز ملتبلاي البادجيتد فيكسد اوفرهيد ريت. ماشي. الليفل اللي بعديه اللي هو 3 فاريانس اناليسيس بيبقى عباره عن الكومبايند سبيندنج فاريانس. ايه هو الكومبايند سبيندنج فاريانس؟ ان انا بجمع السبيندنج فاريانس للفاريبل اوفرهيد بلس السبيندنج فاريانس للفيكسد اوفرهيد، فبيديني ايه؟ التوتال اكشوال اوفرهيد كوست. وطبعا الافيشنسي بتاعت الفاريبل بتنزل زي ما هي بنفس الاماونت بتاعتها، والبرودكشن فوليوم برضو بينزل نفس الاماونت بتاعته زي ما هو. ماشي. بعد كده
المفروض في الليفل 3 اللي هو التو فاريانس اناليسيس، انا بقوم عامله بجيب الفليكسيبل بودجت فاريانس اللي هو عباره عن ايه، عباره عن التوتال اكشوال اوفر هيد كوست اللي هو الكومبايند سبيندنج فاريانس بلس اللي هو الافشنسي فاريانس. الافشنسي فاريانس ببساطه اللي هي المفروض ان انا حسبتها كانت للفاريبل، ما بحسبهاش اصلا للفيكسد، ونزلت الاماونت بتاعت البرودكشن فوليوم فاريانس زي ما هي. بعد كده بقوم جايبه التوتال ليهم الثلاثه اللي هو الفليكسيبل بودجت فاريانس اللي هو كان ناتج اصلا عن الكومبايند سبيندنج فاريانس بلس الافشنسي فاريانس، واقوم عاملاهم بلس البرودكشن فوليوم فاريانس. كل ده هيبقى بلس ايه، التوتال اوفر هيد فاريانس اللي هو الليفل 4. اول سؤال معانا، انا اعطيني يونتس بروديوست اللي هي كده كده اليونتس سولد، وبيقول لي ان هي البودجيتد اماونت بتاعتها كانت ب 14000 يونتس والاكشوال كانت ب 15000 يونتس. الفاريبل اوفر هيد للبودجيتد كانت 8400 وكانت للاكشوال 11000. الفيكسد اوفر هيد كانت للبودجيتد 22400 والاكشوال كانت 24000. الماشين اورز 28000 للبودجيتد و 4000، سوري الماشين اورز كانت 2800 للبودجيتد و 4000 للاكشوال. وبيقول لك بقى حاجه كده، الماشين اورز ار يوزد تو الوكيت الاوفر هيد. بمعنى ايه ار يوزد تو الوكيت الاوفر هيد؟ بمعنى ببساطه ان هو بيقول لك ان كده الالوكيشن بيز سواء للفاريبل او للفيكسد هو الماشين اورز. لو هو عايز اللوكيشن بيز تاني بيبقى محدد. طب ماشي، الريكوايرد بتاعي بيقول لي عايز يعرف الفور ليفلز للفاريانس. ماشي، اول حاجه كده احنا هنا في السؤال هننزل الداتا اللي هو الدهيز. فقمت قلت، ودي انا شايفة ان هي حاجة تبسط لي شوية بحيث ان انا بعد ما بخلص ده بعوض تعويض مباشر في الرولز. فانا دلوقتي نزلت عادي الداتا اللي هو كان عطيه لي. الاكشوال قال لي ان الكوانتيتي بتاعتها كانت ب 15000 يونتس والاكشوال فاريبل اوفر هيد كان ب 11000 والاكشوال فيكسد اوفر هيد كانت ب 24000 والاكشوال ماشين اورز كانت ب 4000 اورز والبودجيتد اللي هو الاستاتيك كانت ب 14000 يونتس الكوانتيتي والبودجيتد فاريبل اوفر هيد كوست كانت ب 8400 والبودجيتد فيكسد اوفر هيد كوست كانت ب 22400 والبودجيتد ماشين اورز كانت ب 2800 والستاندرد اورز. دي بقى لا، دي حاجة أنا احنا هنجيبها ببساطة جدا. اول حاجة الفليكسيبل بودجت احنا عارفين ان هي كده كده بتعتمد على الاكشوال اوتبوت، فقمت قلت ان الكوانتيتي بتاعتها 15000 يونت. حلو، تاني حاجة هبقى محتاجة عشان في الفليكسيبل بودجت ان اجيب الريت سواء للفيكسد او للفاريبل. بس اول حاجة، بس انا في البودجت انا هبقى محتاجه ان اجيب الستاندرد اورز لل1 يونت. ليه؟ عشان كده كده الستاندرد اورز فور 1 يونت، عشان اليونت الواحد هي كده كده بتساوي البودجيتد بودجت اللوكيشن بيز اوفر البودجيتد اوتبوت، فعشان كده حطيتها ناحيه الاستاتيك. فقمت قلت ان البودجيتد اللوكيشن بيز اوفر البودجيتد اوتبوت، فالبودجيتد اللوكيشن بيز كانت ب 2800 over ال budgeted hours، سوري ال budgeted output اللي هو ال quantity اللي هو اللي هي ب 14000. فال 2800 over ال 14000 هتديني 0.2 بير ماشين اورز لكل يونت، يعني اليونت الواحد بياخد 0.2 لكل ساعه. اليونت الواحد بياخد لكل ساعة 0.2. انا كده عرفت دي هستخدمها
الحته دي اللي هو لليونت الواحد، ان انا اجيب الستاندرد للاكشوال بقى، للاكشوال اوتبوت كله. ماشي. الفليكسبل، اول حاجه الفليكسبل انا عارفه ان هي بتعتمد اول حاجه الكوانتيتي بتاعتها على على الاكشوال اوتبوت، فقمت قلت يبقى الكوانتيتي زيها زي الاكشوال 15000 يونت. البادجتد انا محتاجه المفروض ان انا اجيب الريت للفاريبل والفيكسد، دي معلومه انا عارفاها. ماشي. فالبادجتد فاريبل ريت انا عارفه ان هي بتساوي التوتال بادجتد فاريبل كوست اوفر التوتال بادجتد الوكيشن بيز، فقمت قلت المفروض ان هي هتبقى 8400 اوفر ال 2200 الالوكيشن بيز، هتديني 3 بير اور. طب والبادجتد فيكسد ريت اللي انا برضو محتاجاها هتبقى بتساوي التوتال بادجتد فيكسد كوست اوفر التوتال بادجتد الوكيشن بيز، اللي هو هيساوي المفروض ال 22400 اللي هي البادجتد فيكسد اوفر هيد كوست اوفر البادجتد ماشين اورز اللي هو اوفر ال 2800، فهتديني 8 بير اور. اما اجي بقى الفليكسبل انا محتاجاها، الفليكسبل دي اصلا كانت ناتجه من الكومبايند بلس الافشنسي فارينس، والكومبايند اصلا هيبقى فيها ان انا محتاجه ان اجيب الستاندرد اورز. ليه جبتها في ناحيه الفليكسبل؟ عشان الفليكسبل ببساطه هي المفروض هي كانت بتساوي، واحنا لما نشوف الدايجرام بعد شويه ان هي بتساوي الكومبايند بلس الافشنسي. طب ما هي الافشنسي اصلا المفروض ان هي بتساوي الاكشوال اورز ماينس الستاندرد اورز فور اكشوال اوتبوت ملتبلاي البادجتد فاريبل اوفر هيد ريت. فانا عشان كده انا محتاجه الستاندرد اورز فور اكشوال اوتبوت، فقمت جبتها. قمت قلت ان الستاندرد اورز فور اكشوال اوتبوت المفروض ان هي بتساوي الستاندرد اورز فور 1 يونت لليونت الواحده ملتبلاي التوتال بقى اكشوال اوتبوت. ماشي. فانا بير 1 يونت كانت المفروض 0.2 ملتبلاي ال 15000 اللي هي ايه؟ اللي هي المفروض الاكشوال اوتبوت اللي هو النمبر اوف يونتس يعني اللي هو الكوانتيتي، فاداني 3000 اوبر. والرقم ده مهم جدا ونركز فيه عشان هنستخدمه سواء في البرودكشن فوليوم او الافشنسي فارينس. احنا كده ظبطنا الداتا، هنبدا لما نيجي نحل هنعوض اصلا تعويض مباشر. نشوف كده. اول حاجه السؤال الاول بيقول لي كومبيوت ذا سبيندنج فارينس اوف فاريبل اوفر هيد. ماشي. عايز السبيندنج فارينس، انا عارفه ان السبيندنج فارينس للفاريبل اوفر هيد بتساوي الاكشوال فاريبل اوفر هيد كوست ماينس الالوكيتد. الالوكيتد اللي هي كانت البيز في الريت اللي هي الاكشوال اورز، عشان هو كده كده محدد لي ان الماشين اورز هي البيز بتاعي الالوكيشن بيز بتاعي ملتبلاي budgeted variable overhead rate. انا كده كنت حاسبه الريت فوق، فالفاريبل اوفرهيد ريت كانت بتلاتة، فانا دلوقتي عوضت بقى تعويض مباشر. الاكشوال فاريبل اوفرهيد كوست كان ب 11000 ماينس الاكشوال اورز كانت ب 4000 ملتبلاي الفاريبل اوفرهيد ريت 3 هيديني ايكوال نيجاتيف 100 سوري 1000 نيجاتيف 1000 نيجاتيف. بعيدا عن الرقم عايزين نفهم حاجه، بس الرقم هنا نيجاتيف معنى ان الرقم نيجاتيف ان انا دلوقتي التكلفه اللي عليا، يعني انا كنت متوقع تكلفه، التكلفه الحقيقيه اللي عليا انا دفعت اقل منها ب 1000 جنيه. يعني دي حاجه حلوه ليه، يعني انا التكلفه اللي انا كنت المفروض الفعلي الاكشوال ان ادفعها دفعت اقل منها في دفعت اقل منها ب 1000 جنيه، فدي حاجه كويسه لي، حاجه فيفربل. عشان كده عملت نوت ان النيجاتيف نمبر دي حاجه فيفربل ليه، عشان سواء شابتر 7 او شابتر 8 احنا بنتكلم عن كوست تكلفه عليا، فكل ما الناتج هيكون نيجاتيف فدي حاجه حلوه ليه. لو الرقم بوزيتيف معناه ان انا بدفع اكتر، فمعناها ان دي حاجه انفيفربل اللي هي حاجه وحشه ليه.
فالرقم دلوقتي اللي هو نيجاتيف 1000 دلوقتي انا بالنسبه لي ان هو دي حاجه فيفربل ولا نون فيفربل؟ فيفربل علشان الرقم نيجاتيف، لو ده كان بالبوزيتيف فهتبقى ان فيفربل. ونركز في الحته دي، فانا بيقول لي السبيندنج فاريانس بقى للفاريبل اوفر هيد هيبقى 1000 ان فيفربل ولا 1100 فيفربل ولا 1000 فيفربل ولا 1100 ان فيفربل. اهم حاجه هو هنا لما الرقم طلع بنيجاتيف 1000، نيجاتيف 1000 دي كده ان احنا عرفنا ان هي مدام نيجاتيف فهي حاجة كويسة ليه، عشان انا دفعت اقل من المفروض كنت ادفع، فهي حاجة فيفربل ليه، فهي 1000 فيفربل. شوف السؤال اللي بعده بيقول لي compute the efficiency variance of variable overhead. ماشي، ببساطة ان الافيشنسي فاريانس عندي للفاريبل overhead كانت بتساوي الاكشوال اورز minus الـ standard hours، ثانية معلش، الـ actual hours minus الـ standard hours multiply الـ budgeted variable overhead rate. فأنا دلوقتي هعوض تعويض برضو مباشر، أنا كده كده كنت عاملة الداتا فوق، الـ actual hours كانت ب4000، إيه هي الـ standard hours؟ الـ standard hours دي اللي أنا جبت أول حاجة الـ standard hours for one unit اللي هي كانت 0.2، وضربتها بعد كده عشان اجيب الستاندرد اورز اللي هي for actual output، فقمت ضربت 0.2 multiply ال 15000 فطلعت ساعتها ب 3000 multiply ال budgeted variable overhead rate واللي هو ب 3 هتديني 3000. الرقم هنا positive ولا negative؟ positive. بمعنى ايه positive؟ ان انا دلوقتي انا دفعت اكتر، يعني المفروض ان انا متوقع ان دفعت اكتر منه ب 3000، فدي حاجه وحشه ليه، فدي حاجه unfavorable، فعشان كده هختار 3000 unfavorable. شوف السؤال اللي بعده بيقول لي compute the spending variance of fixed overhead. ماشي، انا ببساطه عايز ال spending variance بس للفيكسد اوفرهيد. مش انا قلت ان المفروض ان هو بيساوي الاكشوال فيكسد اوفرهيد كوست ماينس البودجيتد فيكسد اوفرهيد كوست، فجبت الكوست ماينس الكوست طلعت 24000 ماينس 22400 اداني 1600. مادام ان هي حاجه كده كده كوست عليا، فالرقم لو نيجاتيف يبقى احسن ليا، انا بدفع كده اقل، فهي حاجه هتبقى فيفربل ليه، لكن لو بوزيتيف حاجه وحشه ليا انفيفربل، فهو الرقم طالع ايه بوزيتيف unfavorable. وسواء شابتر 7 برضو تاني، شابتر 7 او شابتر 8 الاثنين كوست عليا، فالاثنين لو الرقم نيجاتيف فدي حاجه فيفربل، لكن لو الرقم بوزيتيف unfavorable. نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك compute the production volume variance of fixed overhead. اول حاجه ان الافيشنسي variance كان بتساوي الدومينيتور او البودجيتد اورز ماينس الستاندرد اورز. الستاندرد اورز هعيدها تاني، هي اللي انا كنت حاسباها فوق، اللي هي جبت الستاندرد اور فور 1 يونت اللي هي كانت 0.2 وضربتها في عملت ملتبلاي للاكشوال اوتبوت اللي هو كان ساعتها ب 15000، ف 0.2 ملتبلاي 15000 فاداني 3000 3000. حلو، الدومينيتور او البادجيتد اورز كانت عندي ب 2800 ماينس ال 3000 اللي هي الستاندرد اورز ملتبلو البادجيتد فيكسد اوفر هيد كانت ب 8 لما ريت. لما انا جبت الريت، جبت الريت ازاي؟ زي ما احنا عارفين طبيعي اللي هو البادجيتد فيكسد اوفر هيد كوست اوفر البادجيتد اللوكيشن بيس، فلما طلعتها طلعت معايا ب 8 اداني الناتج نيجاتيف 1600. نيجاتيف 1600 انا كده الرقم معايا نيجاتيف، معناها ان انا اصلا اللي انا دفعته اللي المفروض كنت ادفعه دفعت اقل منه ب 1600 جنيه.
تكلفة عليا دفعتها أقل من التكلفة اللي عليا بـ1600 جنيه، في حاجة حلوة أوي ليه؟ في حاجة favorable. فعشان كده هختار 1600 favorable. وعلى فكرة لما بيجي يسأله في الأسئلة مش بيسأل بالنيجاتيف وبالبوزيتيف، هو بيسأل favorable ولا unfavorable. بيقول لي compute the variable overhead costs. أول حاجة أنا عارفة إن ال variable overhead بتساوي، أنا كنت أما باجي أحسب ال variable كنت بجيب ال spending وال efficiency. ال spending كانت عندي بـ1000 favorable، وكانت ال efficiency عندي كانت بـ3000 unfavorable. طبعا أنا كده عندي واحد favorable وواحد unfavorable، فانا كده هضطر ان انا اعمل ديفرنس. الديفرنس 3000 ماينس ال1000 هتديني 2000، والفيفربل او انفيفربل تبع الكبير الرقم الاكبر. الرقم الاكبر معايا 3000، فهقوم منزله ان هي انفيفربل تبع الرقم الاكبر. فهو بيقول لي ايه هي الفاريبل اوفر هيد كوستس. طبعا انا عرفت عشان هي فاريبل، فانا كان عندي كنت بحسبها لحاجتين، بحسب حاجتين تبع ان هي فاريبل، spending و efficiency. ال spending كانت عندي بـ1000 favorable، وعندي ال efficiency كانت بـ3000 unfavorable. لما جبنا ال difference ما بينهم وخدنا ال sign الأكبر فبقيت 2000 unfavorable. وخلينا ما ننساش النوت دي، ان دايما دي حاجات cost، سواء شابتر 7 او شابتر 8 دول كوست. فأي رقم بالنيجاتيف معناها ان انا دفعت اقل، فدي حاجة حلوة ليا favorable. لكن لو انا دفعت معناها لو هو positive فمعناها ان انا دفعت اكتر، فكده معناها ان هي unfavorable. خلينا نشوف السؤال اللي بعده. بيقولك compute the fixed overhead costs. اول حاجة انا بحسب للفيكسد بحاجتين، بحسب له الـ spending وبحسب له الـ production volume variance. او طب مش الـ spending variance كانت للـ fixed كانت بـ1600 unfavorable، والـ production volume كانت بـ1600 favorable. طب ما كده انا كده هجيب الـ difference، واحد favorable وواحد unfavorable، فكده الـ difference ما بينها زيرو. طب كده اقدر اقول قبل ما اعمل الدياجرام في السلايد الجايه، اقدر اقول ان المفروض التوتال اوفر هيد بتساوي الفاريبل اوفر هيد كوستس بلس الفيكسد اوفر هيد. الفاريبل بلس الفيكسد فكده 2000 unfavorable بلس الزيرو فهتبقى ايه 2000 unfavorable. يعني المفروض ان التوتال اوفر هيد كلها هتطلع بـ2000 unfavorable. خلينا مركزين وهنشوف ده فعلا في السلايد الجاي. وخلينا مركزين ان انا بحسب variable cost او fixed cost تبع اللي انا حاجات اللي انا بستخدمها في variable. variable انا كنت بستخدم بجيب له ال spending وبجيب له ال efficiency، وكانت ال production volume كانت not applicable مع ال variable. ال fixed كانت بستخدم لها الـ spending والـ production volume، وكانت الـ efficiency not applicable مع الـ fixed. خلينا مركزين في الحتة دي وخلينا واخدين بالنا ان المفروض ان كده الـ total overhead كلها، عشان هي بتساوي الـ total variable cost plus الـ total fixed cost، فالمفروض ان هي بتساوي 2000 مش 2000 unfavorable plus 0 فهتديني 2000، فهنا المفروض ان هي بتساوي 2000 unfavorable. ماشي، خلينا نشوف السلايد اللي بعده. هنا بقى بيقول لي الفارينس اناليسيس، وده اللي كان اصلا بيطلبوا مني الريكوايرد بتاع السؤال. كان عايز الفور ليفلز اوف اناليسيس اوف فارينس اناليسيس. اول حاجه خلينا واخدين بالنا ان الفاريبل اوفر هيد بتيجي مع، يعني بحسب لها الـ spending variance والـ efficiency variance، وبحسب لهاش ومليش، وإن الـ variable overhead الـ production volume بتاعتها دي حاجة not applicable مع الـ variable. لكن الـ fixed بحسب لها الـ spending variance والـ production volume،
الافشنسي فارينس مع الفيكسد نوت ابليكابل، مش بستخدمها اصلا. ماشي، خلينا نشوف بقى. الفاريبل اوفر هيد كانت للسبندنج فارينس كانت 1000 فيفربل، وكانت السبندنج فارينس للفيكسد كانت ب 1600 انفيفربل. ماشي، طب والفاريبل كان ليها المفروض افشنسي فارينس، او الافشنسي فارينس بتاعت الفاريبل كانت ب 3000 انفيفربل. وطبعا طبعا احنا عارفين ان الافشنسي مع الفيكسد دي نوت ابليكابل. طب والبرودكشن فوليوم كانت مع الفيكسد كانت ب 1600 فيفربل، وطبعا احنا عارفين برضو ان البرودكشن فوليوم نوت ابليكابل مع الفيفربل. حلو، سوري، مع الفاريبل، مع الفاريبل اوفر هيد. حلو، يعني انا كده معايا المفروض ان السبندنج محسوبه للفاريبل والفيكسد، والافشنسي طبعا هتتحسب بس للفاريبل زي ما احنا عارفين، والبرودكشن فوليوم بتتحسب بس للفيكسد. ماشي، الليفل اللي بعديه بيقول لي الثري فارينس اناليسيس اللي هو الكومبايند سبندنج فارينس. ايه هو الكومبايند؟ اللي هو مجموع الكومبايند سبندنج، اللي هو مجموع السبندنج فاريبل اوفر هيد بلس السبندنج فيكسد اوفر هيد. فقمت قلت ال1000 فيفربل بلس ال1600 ان فيفربل. طب انا دلوقتي عندي واحده فيفربل واحده ان فيفربل، فانا كده هاخد الديفرنس ما بينهم، 1600 ماينس ال1000 هتديني 600. حلو، الفيفربل او ان فيفربل باخدها تبع الرقم الاكبر، ال1600 طبعا اكبر من 1000، فهنا ال1600 جنبها ان فيفربل فبنزل ان فيفربل. الافشنسي بنزلها بنفس الاماونت، بنفس القيمه بتاعتها. عندي 3000 ان فيفربل نزلت ب 3000، وطبعا كده كده الافشنسي ملهاش فيكسد وما بتحسبش للفيكسد يعني. والبرودكشن فوليوم هتنزل بنفس الاماونت بتاعتها اللي هي كانت 1600 فيفربل. وطبعا احنا البرودكشن فوليوم ما بتتحسبش للفاريبل. ماشي، بيقول لي تو فارينس اناليسيس اللي هي عايزه احسب بقى الفليكسيبل بودجت فارينس. الفليكسيبل بودجت فارينس هو عبارة عن الكومبايند سبندنج بلس الافشنسي. الكومبايند سبندنج اللي هو كان المفروض انا طلعته ب 600 انفيفربل، وطلعته ازاي؟ ان انا حسبت ان المفروض ان السبندنج كانت للفاريبل ب 1000 فيفربل، والسبندنج للفيكسد كانت ب 1600 انفيفربل، فلما عملتهم بلس الاثنين مختلفين فكده هجيب الديفرنس. مادام ان الاثنين مش في واحده فيفربل وفي واحده نون ان فيفربل، فانا كده بضطر ان انا بعمل ديفرنس، فجبت الديفرنس ما بينهم طلع ب 600، وباخد العلامه تبع يعني، او باخد الفيفربل او الان فيفربل تبع الرقم الاكبر. جنبه ايه الرقم الاكبر؟ هنا 1600 وجنبه ان فيفربل، فنزلت ان فيفربل. حلو، والافشنسي بتنزل بنفس الاماونت بتاعتها، وديت طبعا بتتحسب بس للفاريبل، وزي ما قلنا ان البرودكشن فوليوم دي بتتحسب بس للفيكسد علشان ما بتتحسبش اصلا للفاريبل. ماشي، فانا دلوقتي لما اجي اجيب الفليكسيبل بادجت فارينس هحسب الكومبايند سبندنج بلس الافشنسي. الكومبايند سبندنج كانت ب 600 انفيفربل بلس ال 3000 انفيفربل اللي هي ايه؟ اللي هي بتاعت الافشنسي اللي هي نزلت بنفس الاماونت بتاعتها، ونزلت البرودكشن فوليوم زي ما هي ب 1600 فيفربل. ماشي، ديت الفليكسيبل بادجت فارينس. بعديها الوان فارينس اناليسيس اللي هي التوتال اوفر هيد فارينس بتساوي الفليكسيبل بادجت فارينس بلس البرودكشن فوليوم بتاع ايه؟ اللي هو الفيكسد، اللي هو اصلا البرودكشن فوليوم ده ما بيتحسبش غير للفيكسد زي ما الافشنسي ما بتتحسبش غير للفاريبل. مش الفليكسيبل بادجت فارينس كانت بكام؟ كانت ب 3600 انفيفربل بلس البرودكشن فوليوم كام؟ كان ب 1600 فيفربل. طب ماشي، واحده فيفربل وواحده انفيفربل، فانا بجيب الديفرنس ما بينهم بتبقى 2000
الديفرنس ما بينهم 3600 ماينس ال 1600 هيبقى 2000. ال unfavorable ال 3600 اكبر من ال 1600، فانا باخد ال unfavorable او favorable تبع الرقم الاكبر جنبه ايه. الرقم الاكبر 3600 وهو جنبه unfavorable، فانا بنزل unfavorable، يبقى كده الديفرنس ما بينهم 2000 unfavorable. وده نفس الريزلت اللي انا كنت مطلعه في السلايد اللي قبليها لما قلنا ان التوتال اوفرهيد بتساوي التوتال فيكسد كوست بلس التوتال فاريبل كوست، والتوتال فاريبل كوست كانت ب 2000 unfavorable، والتوتال فيكسد كوست كانت بزيرو. وعايزه اقول حاجه يا جماعه، الكويشن ده لشابتر 8 بس. عايزه اقول ان في شابتر، ان في اسئله بتبقى على كومبايند ما بين شابتر 7 وشابتر 8، ودي مهمه برضو نبقى محتاجين نبص عليها وكده، عشان هي اسئله اكزام وكده. وبتمنى بس ان انتوا تكونوا فهمتوني وبس.